دكتوره، بما انه ذكرنا المدمنين على المشروبات الغازيه، شلون نعطيهم البدائل؟ او حضرتك من يجي شخص يريد يمتنع او يبتعد عن المشروبات الغازيه، شنو البدائل اللي تعطيها له حتى يبتعد عنها؟ اكو علاجات ولا اكو مشروبات اخرى يقدر يشربها؟ اكو شيء لازم نعرفه، انه احنا حتى نقلع عن اي عاده غذائيه سيئه نحتاج 21 يوم، وهذا الشيء فعلا نشتغل عليه عندنا بالعياده وبالمراكز المختلفه، انه نبدا نفهم المراجع انه انت حتى تقلع عن اي عاده غذائيه سيئه او عن التدخين او عن اي ادمان، والمشروبات الغازيه هي ادمان، تحتاج 21 يوم، فنبدا نفهم انه انت 21 يوم الى 66 يوم راح تطلع من هاي العاده، راح يطلع من دمك، راح يطلع هذا الواهس اللي انت تريده ودائما يحثك عليه. فالبدائل اكيد شرب الماء 100%، نبدا ننصح بشرب الماء، لانه بعض الاحيان احنا نحس حالنا عطشانين، ابدا اشرب الماء المثلج، ابدا اصنع العصائر الطبيعيه داخل المنزل لو كنت ما تعاني من السمنه، طبعا عصير البرتقال وعصير المانجا وغيره. اذا كنت تعاني من السمنه ايضا ما ننصح بالعصائر لانها كثيره في بالسكر، فلذلك لازم نبدا نلتجئ الى العصائر اللي هي طبيعيه، ليمون يعني الماء مثلا محطوط ويا ليمون، الماء المحطوط ويا اوراق النعناع اللي شويه نطي منكهات حتى نقدر نستصيغ الماء مقارنة مع المشروبات الغازية. طيب.